الموديول اللي احنا هنتكلم فيه النهارده اجور ادمنستريشن. الموديول ده بيختص بالتولز اللي احنا بنقدر نتواصل بيها مع اجور كلاود ونديها اوامر بحيث نكريت ريسورسز او نعدل على ريسورسز او نتعامل مع ريسورس ما وهكذا. يعني مثلا حسب ما احنا اتعلمنا عندنا حاجه اسمها اجور بورتال اللي هي الجي يو اي ويب انترفيس اللي قدامنا دي اللي كنا من خلالها بنقدر نتعامل مع كل الريسورسز. هنتعلم بقى في الموديول ده باقي التولز اللي من خلالها اقدر ادي اوامر لاجور. زي ايه مثلا؟ زي حاجه اسمها كلاود شيل. دي عباره عن انتر اكتيف كلاود شيل بقدر ادي بيها اوامر على هيئه كوماند لاجور، بكريت بيها ريسورسز واتعامل بنفس الطرق اللي بتعامل بيها من خلال البورتال. في الموديول ده برضو هنتعلم نتعامل مع الباور شيل بتاعه الويندوز ونتعامل مع السي ال اي. كمان في ادوات اخرى اقدر اتواصل بيها مع اجور كلاود واتعامل معاه زي اجور موبايل ابلكيشن، وده عباره عن تطبيق بتقدر تنزله من على اي ماركت سواء من على اندرويد او من على ابل ستور. هتلاقي فيه كل التولز بطريقه مشابهه قوي لاجور بورتال. كمان تقدر تستدعي منه السي ال اي او كلاود شيل وتكتب الاوامر اللي انت عايزها سواء عن طريق الباش شيل او عن طريق الباور شيل. احنا في الموديول ده هنركز على التعامل مع السكريبتنج او الشيل عامه سواء كانت باور شيل او كلاود شيل. طبعا انا عارف ان الكلام ده بيزعل الناس اللي هم متعودين على شغل الادمنستريشن، لان احنا في عالم السيستم ادمنستريشن عموما والكلاود علاقتنا بالسكريبتنج والاكواد والاوامر ما بتبقاش زي علاقه المبرمجين. احنا ما بنحبش قوي نحفظ اوامر والكلام ده كله، لذلك ما تلاقينا ما بنحبش الشاشه السوداء، وده هنراعيه في الموديول ده واحنا بنشرحه. احنا هنبسط الموضوع وهنخليه يتفهم بحيث انك هتلاقي التعامل مع الباور شيل او الكلاود شيل شيء بسيط جدا وسهل. نمرة اتنين، الحقيقة ان الشيل تول مهمة جدا جدا في عمليات الاوتوميشن. يعني ايه؟ يعني احنا مش بنشرحها هباء كده، احنا هنستخدمها اوريدي في الواقع العملي. هنفترض مثلا ان حضرتك متعود باستمرار بتعمل ريسورسز زي فيرتشوال ماشينز معينة، ويب ابس، في نتس، مجموعة ريسورسز كتير كده بتعملها على الكلاود كمشاريع، بتعملها للشركة الفلانية وتروح تعملها للشركة العلانية. اذا في حاجات معينه مكرره انت بتعملها بشكل مستمر، وطالما هي مكرره مش هتقعد كل مره تروح تدخل على البورتال وتكريتهم واحده بواحده. فاحنا هنعلمك ازاي تحط ده كله في سكريبت واحد وترميه على الباور شيل وهو ينفذ المشروع بشكل متكامل اوتوميتد. وده الغرض الرئيسي اللي احنا عايزين نوصل له من هذا الموديول. الموديول دوت اللي هو اجور ادمنستريشن هو الموديول الثالث في كورس الايزد 104. بس الحقيقه انا مش بشرحه هنا علشان كورس الايزد 104 بس، لان الاجور ادمنستريشن موديول هيقابلنا كتير جدا. هيقابلنا في الايزد 900، وهيقابلنا في الايزد 104، وهيقابلنا في الايزد 103 والايزد 304 وغيره. كل الشغل على الكلاود اللي له علاقه بالباور شيل والكلام ده فهذا الموديول هتلاقوه موجود فيه.